فلاتر ابلكيشن. فلا ما انا ما يعني ما اشوف ان احنا ممكن نقدر نقدم شيء بالاضافه، لان يعني احنا اعطيناكم كل شيء اللي نقدر عليه لكم انتم تخلصون في التحدي الاول، والى الان بما ان ما في اوتبوت فما اتوقع ان نقدر نساعدكم في اي شيء له علاقه بالتشالنج الاول. لكن بالنسبه للشباب اللي خلصوا التشالنج الاول، فودي اني اسالهم اذا عندهم اي سؤال يعني بخصوص الفايل ستورج ولا الشغلات هذه. بشوف ما شاء الله يعني الاخ رضوان ما شاء الله بدا يعني يحمل حتى اللي اوت ما شاء الله قدر يسويه، و يعني حتى الكواليفيكيشنز يعني سوى دروب داون، وهذه واحده من البين ايريز اللي احنا كنا مركزين عليها في التشالنج الثاني. طيب هل معانا الاخ رضوان اول شيء؟ ما اتوقع انه موجود. استاذ رضوان موجود بس ساكت. السلام عليكم. ايوه شغلت المايك. الو. لا السلام يلا هيا. هلا عليكم السلام الخير. طيب للأمانة انا يعني سبحان الله ف يعني something good اني انا اشوف بعض الانتراكشنز اللي صايره، فاذا بالامكان يعني فلتر كويستشنز تخليها في الهاشتاج حق فلتر عشان احنا وي كان فوكس عليه، فالعام ممكن التشانلز هذا بنخليها يعني عامه للاسئله بشكل عام. فلكن اول شيء الله يعطيك العافيه. بس حاب اسالك في اي سنه في الجامعه؟ انا ليفل 7 يعني ثانيه اتوقع. ثانيه كيف ثاني؟ ليفل 7 لا ثالثه بعد الثانيه في الكليه. اوه يعني باقي لك سنتين. باقي لي سنتين. حلو. فانا اتوقع ممكن نسبه ما يقارب 60% من الموجودين كلهم اعلى منك يعني بالمستوى الاكاديمي، لكن مع ذلك ما شاء الله قدرت انك تتعداهم من التكنيكال سكيلز. ف يعني للامانه ناس قله حصلتهم يعني في مستويات مبتدئه جدا يقدروا يوصلون الى مستويات حتى ناس ممكن خلصوا الجامعه ما وصلوها. فهذه ممكن احنا وي كان سند مسج للناس الموجوده كذلك. ما يهم انت في اي سنه اكثر من يهم انت ايش سكيلز يو جين. فدائما ركز على التقنيه، عفوا ركز على المهارات الموجوده عندك اكثر من الجي بي اي. فالجي بي اي اتس ا جيت يدخلك في الانترفيو، لكن بيدخل معك 70 واحد ثاني، فخاصه اذا كنت يعني توك بادي مثلا ولا توك فريش جرادويت، فعاده بتقدم على الجي دي اي ولا الجي دي بي اتوقع بروجرامز، وعاده بتكون يعني مفتوحه لكل المملكه والناس راح يقدمون بشكل عشوائي كل يبغاها. فهنا تبدا الافضليه بين الناس مو بس في الجي بي اي. الجي بي اي واحده من الفاكتورز، ما اقول يعني انسوها كامله، لكن السوفت سكيلز هذا واحده من الفاكتورز، التكنيكال سكيلز كذلك، الاكسبيرينس بعد كذلك، فشغلات يعني الكوميونيكيشن يعني ممكن كيف يعني حتى في واحده من البرامج اتذكر يقولون صور فيديو وانت تتكلم. فهذه من الشغلات اللي انت يو هاف تو كونسيدر، مو بس خلاص يعني تعبد الكتاب وتهتم على الجي بي اي وتحس انه هو المخلص لك من كل شيء. فممكن لو تسالني قبل 10 سنوات اجي اقول لك نعم الجي بي اي كان هو الشيء الوحيد اللي بيدخلك الوظيفه، لكن الان ممكن دخل فيها برايفت سيكتور اكثر، فممكن الموضوع يكون تحدي اقوى، لان ما يهمهم يعني ايش انت تملك اكثر ايش انت تقدر تطلع. فممكن يعني رضوان عندنا واحد كويس، لكن في الكالكوليشن حق الشركه الاوتبوت حقه صفر. فانا ما يهمني ايش عنده من معلومات، عنده بي اتش دي، عنده معلومات، عنده بيبرز، عنده باتنتس، لكن في النهايه ما يجيب لي يعني سيفنج تايمز وسيفنج كوست للشركه حقتي، فهو يصير بالماينس عندي. بالخلاف انا ممكن عندي شخص يعني ممكن ما عندي ذيك الشهادات الاكاديميه والشغلات اللي ممكن نسميها فانسي ثينجز، لكن فعلا هو يجيب ايش يعني فلوس الشركه، فهذا الموضوع اهم. فممكن شغلات يعني هذه ابغاكم يو كونسيدر يعني شوفوا يعني لا حد يجيني يقول صعب، يعني سواها واحد يعني الى الان في الليفل 3، ممكن حتى في اغلب الكونسبتس ما اخذها باقي اكاديميا من ضمن الاي بي ايز، ما ادري اذا درسها ولا لا، لكن ليش ما تقول اذا مثلا فلان سواها مو صعبه علي. ف يعني هذا الشيء اللي ودي انكم تكملون عليه حتى في المستقبل، مو معناته خلاص خلصنا البوت كام. البوت كام ممكن احنا نسميه يعني بوستينج مثلا، خلنا نقول بشكل مبسط دفعه معنويه ان احنا نحطكم في زون معينه ندفكم فيها مع بعض كمجموعه. لكن بما ان اغلبكم ما قدر يكمل
معانا شيء هذا مو معناته انه خلاص جيم اوفر، بالعكس كمل معانا بعدين وسوي بول ريكويست وحنا راح نسوي ريفيو ونمشي معاك. لكن التركيز اللي كنا معطيكم اياه الحين فول، يعني فول تايم اتنشن، انه ارد على الديسكورد واجي كل يوم وعندي اوبن سيشنز وشغلات زي كذا، ممكن بتكون نوعا ما اقل، لان الاتنشن بيكون مع الطلاب اللي بندخل معاهم من جامعه ثانيه. فمن بعض الشغلات هذه اللي احنا اعطيناكم اياها اسبوعين ممكن ما استغليتها، فالشيء هذا يعني بيسلم منك وراح يعطيه لشخص ثاني ممكن هو يستفيد منه. فدائما حاول قدر الاستطاعه ان تقول خلاص يعني ممكن انك ضيعت فرصه اكس، لكن لا تضيع عليك كل الفرص القادمه. فعلى قولتهم ممكن كل غلطه بتعليمه، تعلموا من الشيء هذا انك لازم تكون كوميتد اكثر. اذا الشيء هذا ما حبيته، فانا ممكن بعض الاشخاص الحين معانا ممكن يدخلوا كل السيشنز من الى، وممكن لو اسئله ما عنده جيت هاب اكاونت. فهذا ولي من الناس اللي انا اقول للامانه انظلمت نفسك اكثر من انك ساعدتها. يعني لا انت اللي دخلت معانا وتعلمت بعض الشغلات اللي ممكن تفيدك حتى لو على صعيد بسيط، ولا انت اللي طلعت نفسك من المعمعه هذه واستثمرت وقتك لشيء ممكن يفيدك مستقبلا. فعلى قولتهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وهذول من الناس اللي دائما تلقاهم ايش، يبون يدخلون في كل شيء، يبون يتقنون كل شيء، وفي النهايه they will achieve nothing. وهذا من الشغلات اللي حاولوا تخافون منها بشكل قوي جدا، لان من الشغلات اللي بتضيعك حتى بعد الوظيفه، انك لا تحاول انك تملك كل شيء اكثر من انك تملك شيء يعني بشكل قوي ويكون هذا الماستر سكيلز حقتك، بعدين انت يو كان سبورت الماستر سكيلز مع مثلا ديفرنت سكيلز. ف طيب رضوان، بس ودي اسالك الامانه سؤال، يعني وابغاك تكون في صادق وشفاف بما ان الناس حتى الطلاب يستمعون للشيء هذا. هل تشوف ان التحدي الاول انه كان صعب لدرجه انه ممكن الواحد يعني ييأس من المحاوله، او انه فعلا الشيء هذا يعني كان بالنسبه لعقليه الطالب تو داخل في التخصص هذا انه كان مو ذاك الصعب، اكثر من انه بس يبغى يعني معلومات بسيطه في شغلات مختلفه ويقدر يحل التشالنج. انا الشيء اللي انصدمت منه للامانه ان ما جيت سالت، انا يعني سالت عدنان، سالت ايمن هل جاكم احد، رضوان سالكم علمتوه على شغلات معينه، قالوا لا. فما ادري اذا كنت تشتغل مع ماجد في الجامعه وتسال عن بعض الشغلات او لا، لكن هل فعلا تشوف ان التشالنج هذا يعني صعب على مستوى الطالب، او فعلا كان مناسب يعني المعلومات الطالب لكن ممكن كان في تقسيم من البعض، وانك اعطيته افورت اكثر من الشيء المتوقع؟ تفضل. هو بالنسبه لي انا اشوف التشالنج يعني تقريبا هو اللي ناقص لنا الفلاتر بيسكس، ولكن بعد الفيرست اتوقع الفيرست او السكند زوم اللي لما بديت فلاتر وسويت سمول ابلكيشن اعطيتونا نبذه عن الفلاتر. بعد كذا بدينا احنا نتعلم انا وعلي، وان شاء الله يعني هو كان يعني ميديوم تو هارد، يعني لان بس هو بس الصعوبه فيه ان احنا اول مره نشوف لغه دارت، يعني فهذا اللي الستراجل اللي احنا كنا فيه. ولكن بعد ما عدينا هذا الستراجل كان الوضع ستريم لايند، يعني كل اللي نحتاجه موجود. جميل. وللأمانة أنت يعني نبهتني على نقطة ممكن أنا أجي أقول هذه من أهم النقاط، وللأمانة هي الشغلة اللي حمستنا إن إحنا نسوي البودكامب. لو لاحظت قلت أنا وعلي، ليش اشتغلت مع علي؟ ليش ما اشتغلت لحالي؟ الأفضل نحن نتعلم من بعض، وأوردي كان علي صديقي وإحنا متفقين من البداية ندخل بالبودكامب هذا ونخلص وضعنا في البودكامب هذا. و يعني كان يعني اغلب يعني حتى ندخل في الديسكورد عاده ونتكلم عن السوليوشنز ونساعد بعض، فيعني الفكره جروب ورك يعني. حلو. للامانه يعني يو تاتش يعني جود بيس، ان دائما اكستشينج النولج شيء يعطيك دفعه معنويه، انه يحمسك انت كشخص، يحمس الناس اللي حولك، وفوق هذا كله يحفظ الوقت. كيف يحفظ الوقت؟ بدل ما تتعلم تقنية واحدة مثلا خلال ساعة، ممكن خويك يتعلم تقنية ثانية خلال نفس الساعة، ويو اكستشينج النولج، فيكون خلال ساعة تتقنت مهارتين. فما بالك تخيل الشيء هذا بدل ما يكون اثنين يكون على خمسة، يكون على ستة.
فهذه من الشغلات اللي ممكن نسمعها احنا غالبا، ان ابحث عن فريق ممتاز في العمل. يعني ما عليك من اي مهمه جالس تسويها، اهم شيء الفريق حقك يكون ممتاز. وهذا الهدف من الفريق الممتاز، انه يكون حولك ناس يعني يتعلمون ويحبون حتى ان يسوون النولج شير ولا النولج اكسشينج، ان كل واحد يعلم الثاني المعلومه. فممكن انا يعني ممكن ما اتعلم اي شيء خلال الاسبوع، لكن اطلع بحصيله علميه ممكن 5 ولا 6 مهارات جديده. كيف؟ ممكن ايمن اليوم تعلم شيء جديد يعلمني فيه، عدنان سوى شيء يعلمني فيه، مثلا صديق اللي جنبي تعلم شيء سواه، مثلا رئيسي مثلا يبحث عن شيء يوصلني مع واحد ثاني عشان انا اسويه. فالمعلومات مو لازم دائما انت اللي تبحث عنها، يعني انت بس خل عندك قبول في استلامها. ممكن واحد ثاني هو يبحث ويسوي الشغل كامل ويعطيك اياها ملخصه جاهزه، يعني هو اللي له 5 ساعات يبحث في تفاصيلها وعمق، يعني متعمق فيها بشكل مخيف لدرجه انه طلع الزبده منها واعطاك اياها طبق من ذهب. فبعضهم للاسف حتى في هذا الستيج ما عنده تقبل، ما يعني يقول خلاص يعطيك العافيه، ولا انه يسمعها يعني بدون وعي، او انه ما يبغى يتعمق مفاهيمها. فهذه يعني اضعف الايمان. اذا ما كنت تبغى تشتغل على نفسك، ولا تحس مثلا ما عندك وقت، لا تمنع من المعلومه انها تجيك. فممكن انتم شفتوا ايمن وعدنان الله يعافيهم يوم سووا السيشن اللي قالها رضوان، ممكن انتم تشوفوا اوكي كانت سيشن ساعه واحده، اوكي ما في مشكله مشي حالك، ممكن شيء تعودنا القى باليوتيوب شيء كثير. فانا اقولكم ان السيشن هذه اللي اشتغلوا عليها ممكن جسمه ما يقارب 5 ايام من تلقيح ومن تعديل، ويحاولون يسهلون المفاهيم قدر الاستطاعة لدرجة انهم يبحثون عن معلومات تفصيلية عن نفس الموضوع عشان يسهلونها لكم قدر الاستطاعة. فممكن انتم ما تشوفون الشيء اللي هم قدموه واللي كان خلف الكواليس، لان ما كان عندك اهتمام بالشيء هذا. فدائما حط في بالك ان الناس اللي حولك ممكن انت تشوف الاوتبوت وانها فقط معلومه، لكن المعلومه هذه جتك بعد بحث ساعات. فلا تستهين بالمعلومه اللي جتك من اي شخص، حاول انك تاخذ افضل ما فيها. اذا شيء ما لك علاقه فيه حاول انك ما تتعمق بتفاصيله، لكن خذها كمعلومه. لكن اذا كان شيء يتعلق بشغلك حاول انك تسأل اكثر تتعلم. فدائما حاول يكون في تو كوميونيكيشنز، مو يعني مو واحد يتكلم والثاني مستمع فقط، نفس اللي صاير الان للاسف. يعني انا هذا الشيء اللي اول شغل يعني شغله قلتها لكم، ما نبغى نحس نفسنا كطلاب، ما ابغاك تجلس تستمع للدكتور جالس يقيمك نهايه السنه ويسقط وينجحك. يعني نفس اللي يسال الان هل ممكن تمدد الديدلاين تسليم اسايمنت بعد الفاينل، ما ادري انا يعني للامانه قلتها يعني 5000 مره، this is not assignment, this is not school. يعني تبي تخلص خلص، ما تبي تخلص بكيفك، في النهايه ما في احد بيسقط، ما في احد بينجح. فالشيء هذا احنا قدمناه لك، ممكن انت ما تحس بقيمته، لكن احنا اشتغلنا ممكن عشان نوصل شيء معين، هدف معين. انا لو يطلع من عندي رضوان وعلي فاهمين الشغلتين هذه، بالنسبه لي انا يعني اي اتشيف ماي جول. بغض النظر يعني ممكن من 60 شخص طلع من عندي شخصين، الحمد لله ما صار عبث، على الاقل شخصين طلعوا من الاوتكم اللي انا سويته ولا اللي اشتغلنا عليها كلها، فعلا في اشخاص استفادوا منها. علاوه على ذلك ايش؟ تعلمنا بعض الاخطاء. ممكن بعض الاشخاص يجي يقول اوكي يعني ليش جايين يقدمون الشيء هذا مثلا، يعني ايش يستفيدون؟ فانا اجي اقول لك ايش، يعني زي ما انت ممكن تجي تاخذ من عندنا شغلات وتستفيد من عندها فلتر، احنا جالسين نستفيد شغلات ثانيه. اول شيء اندرستاند ستودنت مينتاليتي، فاحنا جالسين نسوي عليكم ارقام واناليسز بشكل ما تتخيلونه. هذا شيء واحد، يعني السيرفيز اللي ارسلناه عشان يكون فيدباك لنا. فزياده على كذا، شوف مع اني انا عندي المعرفه وعندي المعلومه وجالس اقدمها لك، مع ذلك انا طلبت من عندك فيدباك، لان الشيء هذا مهم جدا. يعني حتى السيرفي كان عباره عن 3 اسئله واللي جاوبوا 8 اشخاص من اصل 60، يعني حتى ما كان عندكم يعني ما ادري ايش اسميه، لكن حتى سيرفي ما تعبونه، يعني ما ادري ايش الامانه العقليه اللي يعني في بالكم. لكن صدقوني ان شغلات زي كذا if you always denying things، يعني اذا ما في committed مثلا الشغلات ما تقدر تخلص هذه، ما تقدر تخلص هذه، ولا ما تبغى تخلص هذه، always denying things، صدقني تبقى طول حياتك نفس السكوب اللي انت فيه. تحاول ايش، ممكن السيرفي لو واحد شافه، انا متوقع في ناس افتحوه شافوا كلام وقفله،
فممكن الشيء هذا ما له قيمة لك، لكن ممكن يكون قيمة ناس ثانية. فنوعا ما إيش، حاول إنك حتى لو ما استفدت الشيء اللي أنت تبغاه لا تمنع الفائدة من الآخرين. يعني السيرفي كان جدا بسيط، وكان كان بنتكلم عن ما يقارب أكثر من 10 أو 15 سؤال، لأن كل ما زادت الأسئلة كل ما صار دقة الإجابة أقوى، كل ما صارت البريدكشن حقنا قوي جدا. لكن للأسف يعني قلنا لا خلاص نبي نقلل نقلل نقلل، والله يعطيهم العافية، في واحد يعني حل السيرفي وحط كله نقاط. ما أدري ليش تعب نفسه وحلها، والله يعني داخل نقطة 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 وقفل. هل يعني ما يبغى يحس بأني بالضمير؟ ما أدري والله. لكن للأمانة إيش يعني always try يعني تغير من نفسك، لا تصير نفس النسخة اللي كانت قبل سنة. يعني حاول إيش إنك تكتشف شغلات، حاول إنك تغير بعض البيهيفيرز من عندك، حاول إن تحط بعض القوانين في حياتك. ممكن إيش إنك تكتشف يعني زي ما تقول إنك تحب الشيء هذا بعد مدة. لا تحاول إنك من البداية تقول لي لا لا لا، حاول تقول خلاص إيه طيب بشوف أبحاول. شغلات هذه ودي إنك لو قلتها تأخذها على محمل الجد بشكل قوي. فهنا لو لاحظتوا إيش يعني أغلب السيشنز قالبينها كلها motivational speakers وشغلات يعني public speech أكثر من فعلًا technical، والشيء هذا ما كان بالحسبان أبدًا. لكن لأن يوم نجلس بعد الدوام نسولف مثلًا وعدنان وأيمن يعني نقول why assignments quizzes أوكي طيب، لكن إلى حد ما. لكن للأسف ممكن يعني still you can يعني تجين تقول لي مثلا لا والله مثلا إلى الآن مثلا عندي ضغط وعندي كذا. ممكن كل واحد عنده زي ما تقول حياته الخاصة الله أعلم، لكن نصيحتي لكم يعني حاولوا بشكل أقوى، حاولوا بشكل جدية أكثر، والله يكتب التوفيق إن شاء الله. طيب إذا عندكم أي سؤال موجودين معنا عدنان وأيمن، فممكن يجاوبون على أسئلتكم إذا كان في أي شيء يتعلق بالتحدي. إذا ما عندكم أي شيء ما أتوقع يعني نقدر نضيف أي إضافة. الله يعطيك العافية بسام. طيب أنا وعدنان الحين موجودين، فاللي عنده أي إشكالية أو أي استفسار عادي تفتح المايك وتكلم. ممكن نقدر نسأل إذا في أحد قرب يخلص التحدي الأول، لأن الجلسة الأخيرة كان في ناس باقي لها 25% بعضهم 50%، فنبي نعرف وين وصلوا الآن. هو أنا ما أدري إيش صار على الفايل ستورج فيديو إلى الآن، ما استلمته، لكن غير كذا الوضع تمام. الفيديو خلص علي وإن شاء الله رح يرسل عليك قريب. أوكي، في ريم يقول أنا للحين لكن إن شاء الله قريب أخلصه. إذا ودكم تسوون شير سكرين تسألون أسئلة في شيء أنت عالق فيه عادي، ترى في عدنان وأيمن إن شاء الله رح يساعدونكم. طيب إذا ممكن الأشخاص اللي قربوا يخلصون، ممكن كل شخص يذكر لنا كم تقريباً باقي ويخلص؟ إن شاء الله هذه كانت آخر جلسة تقنية يعني نقعد نشيك فيها نسوي فيها الديباج. الجلسة القادمة إن شاء الله راح نعلن أفضل الأشخاص اللي شاركوا في البودكام، وإن شاء الله راح نشوفكم وقتها نعلن تفاصيل أكثر عنها غداً إن شاء الله. الله يعافيكم إن شاء الله. شكراً أيمن وعدنان. عدنان ما سمعنا صوتك اليوم، بس إذا ودك تقول شيء. يلا عدنان سمعنا صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يلا حي. حياكم الله جميعاً. عد بس يعني على الصامت نتقصى الأجواء. إيه. والله كان ودي يكون في يعني تفاعل أكثر، يعني صراحة في جعبتنا العديد يعني معلومات يعني نتوقع أنها كانت يعني حتكون ذا فائدة، لكن سبحان الله أحيانا نبغى التشجيع والتحفيز أنه إحنا يعني نطلع هذه المعلومات اللي في جعبتنا ونشاركها، فالتحفيز هذا سبحان الله ما حصل في الجلسة هذه، لكن علها إن شاء الله في لقاءات أخرى يكون في دافع أكبر ل يعني مشاركة المعلومات إن شاء الله والاستفادة بإذن الله إن شاء الله. رضوان أو علي إذا عندكم أسئلة بخصوص الفايل ستورج عادي برضو تقدرون تسألون. إذا عندك أي سؤال تقدر تاخذ إجابة الآن قبل لا ننهي. إذا ما عندكم خلاص أظن كافين كذا. فهل في أي سؤال لأيمن وعدنان؟ قولوا إيه لا.
في الشات أو حاليا انا يعني انا ما قاعد نشتغل بس بنشوف الوضع. انا المالتي فورم ريكوست ما بعرف اسويها الى الان، فقط سويت الريجستريشن بيج. حلو. بنشوف الوضع لما يعني اوصل الى الاشياء المعقده، ان شاء الله اعطيكم خبر ان شاء الله. تمام. يعطيكم العافيه جميعا مره ثانيه، اللي ما حضر يحضر نفسه، وشكرا جزيلا لحضوركم اليوم، ومع السلامه. شكرا عدنان وايمن. الله يعطيك العافيه ابراهيم، ما قصرت، شكرا لك، ويعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيك.